السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزات. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على هشام عبود، وين يهدد زتشي بكشف حقائق خطيرة جدا. هو مجموعة تاعو خاصة وين قالوا كاين بعض الصحفيين وين راهم راه في الصفحة، نقول لكم وين الصفحة تاع السائق، كنت دخلوا تشوفوا وراهم الدابزين، وراهم الدابزين في الصفحة هذه. راه الهون صار النار شاعلة بيناتهم، وين يهدد يهدد في زتشي. انا بقيت نشوف بنقولوا حاجة برك، زتشي على ما يديش بيان، على ما يديش بيان. انا حاجة اللي دوختني ودخلت معاهم ما كومونتيت له، قلت له كومونتيت عند صاحبها، قلت له علاه هذا زتشي ما يديرش بياني كذب، علاه ضرب انت ما عندك والو، انا هشام عبود ما عندي معاه والو، ما خافش منه. رد رد ورد على روحي، ونروح كالصحافي نعيط له زتشي عنده اللي يديروا له مسلسلات، يدير مسلسل معاه يقول لهم بلي يكذب، ووثائق وري وثائق بلي نتايا شرعي، رئيس اتحادية شرعي، وجيت جيت بنزاهة ديرها، علاش راك خايف؟ علاش راك ساكت؟ راه طايح لي، كان بهدلك في الفيسبوك، راه مبهدلك. هشام عبود خاين، راه يجبد في خاين، وراه يدافع على خاين على ماجر، يعني ويجبد في قناة النهار. راه مين يعايروا؟ يعايروا بقناة النهار. أنا حاجة اللي بغيت نفهمها، علاش هشام عبود مين يعاير الشرمالة تاع اللي في الاتحادية؟ علاش يعايرهم قناة النهار؟ علاه يهددهم قناة النهار؟ علاه يهددهم قناة النهار؟ وعلاه مشا نفهم الحاجة اللي بغيت نفهمها. نطرح سؤال على هشام عبود وعلى زتشي، ما هو السبب؟ علاش قاعد طايح عليكم ويهدك بقناة النهار؟ خاص تاع النشر والإشهار، كانت رايحة باي تنشر لي دا دراهم مع ماجر، خاص كاين ناس أعضاء في الاتحادية الجزائرية، هي نورمالمون يقول لك بينيفول، يقول لك بينيفول، كاين ناس الأعضاء راهم كانوا يخلصوا من الإشهارات، يدوا بالمية مليون من شهر الشهر، كانوا يخلصوا من الإشهارات، خاطش هادو اللي جاو كاع جاو من أجل الأموال ومصالح الشخصية تاعهم، ما جاوش باش يعملوا الجزائر ولا باش، ما على بالهمش كاع، جاو يخدموا فترة، قال لك حنايا نستغلوا فترة، فترة تاع العصابة اللي راهي نخدموا نتكاس من الآخر ونخرجوا، ما كان لا حاسب لا راقب، كانوا حاسبينها باللي تقعد كيما ما كان لا حاسب، 1 مليار راحت معليش يا زيد، أيا جيب وخدا عاود رد الحاجي لمنا الدراهم، أيا 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 جيب ولا جيب والد صادي لمنا الدراهم، أيا وصحيح أيا معليش، هما كانوا حاسبينها كيما ما كانوش يقارعوا باللي فيها منا وفيها يا الخضرة ديري حالة وطريق الوحدة روحي ديريكت، ما كانوش يقارعوا لها هذي، راهم يمصوا في الحب الحامض. والله يا رمضان ما راهم حاسين به، والله يا رمضان ما راهم حاسين به. انا نقول لكم شوفوا انتم الصحابه مساكتين عليهم، شوفوا خاطر وزير الشبيبه والرياضه سيد علي خالدي مين نهدر قال لهم مور يفوت الوباء ونصفوا، ما راهش غلط، كاينين واحد القوانين غادي من بعد نحضروهم، راه دارهم اتحادية راهي ورقة، اتحادية راهي ورقة، اجتماع اللي داروه البارح، داره زتشي البارح، اجتماع وصايي اجتمعوا زعما يهضروا باش يهضروا في صاشية خاوية، بصح أنايا حاجة اللي راني مشي باغي نفهم، مشي باغي تدخل لي في راسي، هذا القنفود تاع هشام عبود يهدد في زتشي. علاه يهدد في زتشي؟ علاه؟ علاه يدافع على ماجر وراه يهدد في زتشي؟ قالوا نكشفك، نكشفك كيفاش
تهريب الأموال، العملة الصعبة، كيفاش هربت العملة الصعبة، كيفاش شريت سكنة في لا سويس، باش بنادم يقول لك كيما هكا، تا ما تردش على روحك، وأنا نعرف بلي عندك صحفيين بمئات ألف يجي يدير لك حصة، نعرف صحفيين بصوميل بكيلو زلابية تاع بوفاريك يجيب قاع الماتريال تاع القناة ويجيبها بكيلو زلابية برك تاع بوفاريك، هذا ما كان كيلو تاع زلابية والله العظيم مش يديلك قال مش يديلك يديلك الهول الهول. بصح انت ما رديتش على روحك، تما واش راه يهدر هشام عبود، وانا راني ضد هذا كلبون، هذا مشي عبود، هذا كلبون، هشام كلبون، عميل وكان يخدم مع العصابة وكان ساكت وما كانش يهدر، يضرب شوية يلقم بالهدرة تاعو، يلقم شوية من شوية من شوية من تلقام برك، هذا الداخل في قلبه تصيبو مشي باغي على حداد، مشي باغي على ربراب، مشي باغي على هذوك اللي في الحبس، على خالدة تومي مشي باغي عليها، والله ما باغي عليهم، خاطر هذوك كاع كان ياكل معاهم، كاع كانوا يرسلوا لهم أموال، وهذو لهم يتنابحوا دروك، هذو كاع العصابة كان دايرتهم باش يغيروا الرأي العام برك، باش يحشوا للناس يغيروا الرأي العام برك، هذا ما كان، كانوا دايرينهم وداروا لهم الباس في طرق كاع الناس تروح لهم، تجي انت باغي تترشح يطيحوا عليك، يطلعوا غير اللي راهم باغيينه، يطلعوا لك اللي راه باغيينه، اللي باغيته فرنسا، لازم تكون فاهم خويا، لازم تكون فاهم باش تفهم، نتوما تشوفوا فينا كيما هكا، شوفوا وصفونا كيما بغيتوا، بصح حنايا رانا نقول لكم هذه هي الحقيقة. مي كنا نقول لكم بلي غادي يجي النهار تاع حق افتح، كنتو تضحكوا علينا، كنتو تقولوا بلي هذا راه غيتيري، هذا كان والو غيتيري تيري، كلشي جاي في وقته ان شاء الله، هاودي كلشي جاي، خاطر علاه مام هذا هشام عبود وامثاله، عاودي فانيكا جاي تيوسي يا خمه، زيد هنايا فايك الاتحاديه فانيكا، ودي اتحاديه شو يا يكملوا العهده تاعو يا 50% راه مور كورونا، غي جات كورونا غات الجمعيه العامه ومازال ما دارتش، وباش يبينوا للشعب باش يبين لي بريزيدون بلي ما واقف، يدير لك اجتماع باللايف، يديروا اجتماع بيناتهم باللايف باليوتيوب الاخر بالسكايب، كاش ما يغلطوكمش كاع ما يغلطوكمش، خاطر غادي ان شاء الله كي تيح زرتي ما خاصناش ناس وحد اخر يجيوك ما صوصاتش دير زرتي دير تربح هاديك، روح هو ما تحشموش، عندكم وجوه يدورو، عندكم وجوه يدورو، والله ما على بالكم كاع، كي قنوات تاع العار، كي اليوتيوب راه كاين بزاف كيما هما، كاين اللي يعايلك في قنوات تاع العار، هو اكثر منهم يدور يتلون ما تعرفاش، راه جاي صفر تطيبو حمر تطيبو كحل تطيبو زرق تطيبو قهوي تطيبو يخلعك. المهم نقارع رزتي، خاطر علاش شت انا في الكومونتير راه مكومونتي لك، قالك نكشفك الدراهم اللي كنت تديهم، وحنا الحمد لله يا ربي رانا هدرناكم على الاموال تاع اللي كانوا يروحوا التحويلات يروحوا لمارسي، شكاين والمؤامره على الدوله الجزائريه، مؤامره على الشعب، كاين بزاف صوالح، ضربوه من الكرعين، باقي غير فري سابرك، تحيه الجزائر. زادشي تاع لافار، زادشي تاع لافار اللي زادشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار، الرشا وم الزبوش الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا
في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزطشي فيه، ويبيعوها 1000 هكتار لزطشي يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزطشي فيه.